السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في حلقة جديدة من المشهد السوداني الذي نناقش فيه الواقع بكل تفاصيله ونسلط الضوء على أبرز أحداثه. في حلقة اليوم نناقش ملف المعتقلين السياسيين وأيضا المناوشات بين النائب العام تاج السر الحبر ونادي النيابة العامة. يسعدني أن أستضيف معي في هذه الحلقة داخل الاستوديو الأكاديمي والمحلل السياسي دكتور محمد عبد الرحمن. مرحبا بكم دكتور. مرحبا بك يا باشمهندس، مرحبا بمشاهدي طيب الكرام. نعم، اسمح لي دكتور أن أبدأ هذه الحلقة بالتقرير التالي الذي يسلط الضوء على هذه القضية. معمر موسى، ميخائيل بطرس، محمد علي الجزولي، وقائمة طويلة من الأسماء ليس آخرهم أحمد الضيبشارة، كلهم كان ممن شارك في ثورة ديسمبر وطالب بحرية الرأي والتعبير. سقط النظام الذي عارضوه واعتقلهم رفاق الأمس لذات السبب، وهو الجهر بالرأي المخالف. الحريات في السودان عقب الثورة تعاني من مصير مجهول، اعتقالات تعسفية وإخفاء قصري وتمديد للاعتقال دون تهم واضحة، وشكاوي من أعمال تتنافى مع القانون تتهم بالقيام بها النيابة العامة. تلك النيابة التي أصبحت حديث الشارع من خلال مناوشاتها، فالنائب العام تاج السر الحبر يصعد من إجراءاته مع نادي النيابة العامة الذي يصعد هو الآخر، واتهامات متبادلة على أشدها، فضلا عن تسريبات نادر العبيد التي يتم فيها الحديث عن فساد النائب العام دون إمكانية التثبت من الاتهامات أو نفيها. اتهامات غير مؤكدة نعم، ولكن الواقع ومأساويته تدل على وجود الخلل. حلم الجميع بسودان يسع الكل، ويبث الأمان في قلوب الناس لينعموا بسلام حقيقي، ولكن الصورة اليوم تخرج بشكل غير متوازن. مصالحة مع أعداء الأمس يعفى فيها عن حملة السلاح، وصنع لأعداء جدد عبر التوسع في الاعتقال والقمع، ليبقى السودان في الدائرة الخبيثة من العداوات المتلاحقة وزرع بذور الشقاق في المجتمع. العدل أساس الملك، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، هكذا هي الشعارات المرفوعة في مؤسسات العدالة في السودان. فهل يمكن للدولة أن تفعل هذه الشعارات لتصبح المؤسسات العدلية ركن الدولة الذي تستند إليه، أم تختلط طهارة العدالة بقذارة السياسة وتنحط بالدولة إلى الحضيض؟ إذن هذا هو الواقع دكتور، اعتقالات تعسفية ويعني عنف في قمع المتظاهرين وقمع الأصوات المناهضة. اليوم أطلق السراح الكاتب إسحاق فضل الله على خلفية اعتقاله بسبب ما يكتب بخصوص لجنة التمكين، ويعني اليوم أيضا ربما خرج شو تايم من المعتقل وهو أحد الرموز الذين شاركوا في ثورة ديسمبر. دكتور، كيف تقرؤون مسألة أن تكون الحكومة التي جاءت بعد الثورة هي التي تباشر باعتقال أبنائها الذين ساهموا فيها؟ طيب، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. الحقيقة يعني لأن هذه ليست حكومة الثورة، لأنها للأسف هؤلاء عبارة عن مجموعة سرقت الثورة، سرقت جهد الناس ودماء هؤلاء الشباب. هؤلاء الناس جايين لمشروع، ومشروع واضح فيه نكاية، فيه ضرب للخصوم، فيه مرارات سابقة، فيه مشروع ايديولوجي واضح جدا جدا من اليسار، ما عنده قضية لا بالعدالة ولا بغيره، ولا للأسف الشديد يعني. لذلك يعني أن يقعوا في مثل هذه الأخطاء الاستراتيجية في الحقيقة والضخمة التي يعني تشوه صورتهم التي رسموها عند الشباب السوداني والشعب السوداني لثلاثين سنة، وهم قاعدين يعني يكافحوا فيها في نظام الإنقاذ في الخارج. الحريات 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 والعدالة، وللأسف الشديد يعني كانوا هم أول من خرم العدالة التي هي أصل كل شيء في, في, في أي مجتمع ولا أي تجمع بشري. إن لم يكن هناك عدالة لا يكون هناك أي شيء، ولا شيء لا يمكن أن يكون. فهؤلاء للأسف الشديد يا أخي دي طريقتهم، لأنه ديل ناس جايين بلا رؤية بلا نظام بلا أي شيء. حتى موضوع الحاضنة السياسية
الحرية والتغيير لحم راس نقوله هن لا يجمعها جامع، ليس بينها لا وحدة فكر ولا وحدة فهم، كل الذي كان يجمعها هو إسقاط النظام، وحينما أسقط النظام وتحقق الهدف خلاص أصبح لا هدف، لا هدف لا رؤية. لذلك أن تجدهم يعتقلوا الناشطين ويعتقلوا الناس اللي كانوا سبب في أن يعتلي هو هذا 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 الكرسي الذي هو فيه اليوم، هذا النائب العام وغيره من 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 ها من ها من من هذه القيادات في الحقيقة. دكتور، يعني الليلة كان في مؤتمر صحفي حول قضية المعتقلين السياسيين، تحديدا قضية معمر موسى وميخائيل بطرس، والكلام كان بيتحدث عن أنه تم اعتقال هؤلاء الناس بحكم آرائهم، ولاحقا تم تلفيق تهم جنائية لهؤلاء الأشخاص رغم أنهم يتعرض إلى محاكمات حتى هذه اللحظة. يعني كيف تقرؤون هذا السلوك الذي تمارسه السلطة الحالية؟ هو سلوك والله فاق في الحقيقة سلوك الإنغاذ الذي أخذها عليه الناس، أخذه عليها الناس منذ زمان في كثير من الأشياء التي لم تثبت بالمناسبة، لكن هذه ثبتت الآن، هذه الآن ثبتت. قبضوا على 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 معمر موسى من 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 عند مؤتمر صحفي ل ل ل حينما كان يعني أتى لزيارة الطيب مصطفى، جاء بخصوص قضية الطيب مصطفى، جاء من أجل أن يقف وقفة أظنه أمام مقر اللجنة في قضية الطيب مصطفى، وأطلق سراح الطيب مصطفى وأدخل هو إلى السجن. مش ليس هذا فحسب، لما علموا تماما أن التلفيق الذي لفقه هذا العميد الذي قبض عليه، وبالمناسبة هذا العميد عنده قضايا كثيرة جدا أيضا في المحاكم كما علمنا، أو شكاوى عليه كما علمنا، فأنا أرجو أن لا يكون قد استخدم هذا الرجل. فهؤلاء الناس حينما شعروا أن ساحته يمكن أن تبرأ، لأنهم لا يريدوه في الخارج ويريدوا أن يسجنوه إلى 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 ويعتقلوه إلى أطول فترة ممكنة، لفقوا عليه هذه التهم. بالله عليك يلفقوا على شخص كمعمر، على شاب كمعمر موسى، يقول والله جريمة ضد تقويض النظام العام، ومش عارف نظام قضية جريمة ضد الدولة، ومش عارف إيش، وقيل إنه في تفاصيلها مش عارف سلاح وما عارف إيش، وكلام كثير جدا جدا. هذا ده 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 مضحك مبكي في الحقيقة. واضح جدا إنه الموضوع موضوع سياسي، دي 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 بلاغات لا جنائية ولا عندها علاقة بالجنائية، دي 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 عبارة عن فبركات، وعبارة عن بلاغ سياسي، يعني يريد أن يستنفذوا به شغلهم في إنه والله يسجنوا الناس دي لأطول فترة ممكنة، ده كل الموضوع يعني. بس لأنه عارفين إنه معمر موسى في الخارج سيكون مؤذي ومزعج بالنسبة لهم، باعتبار كان يقود حراكا أصلا، حراكا يعني ضد الحكومة الحالية. حينما يعني يخرج المحامون ويعني يعقدون مؤتمر صحفي ليتكلمون عن ابتزاز تعرض له هؤلاء المعتقلون، حتى بيذكروا أسماء يعني معينة، ربما ذكروا في المؤتمر الصحفي، ذكروا صلاح منا على سبيل المثال بأنه يعني ابتز أحد المعتقلين، وأن المعتقل رفض ابتزازه، وهذا كان سبب في تمديد يعني فترة اعتقاله. سلوك الاعتقال بدون تهمة واضحة، عدم التعريض لمحاكمة، ثم ابتزاز المعتقل وهو في معتقله، هل يؤسس لمرحلة أصلا انتقالية سليمة تبشر بأن تنتهي بانتخابات؟ أبدا طبعا، أبدا، هذا لا يبشر بأي خير، هذا للأسف الشديد، هذا يوغر الصدور، هذا يجعل الناس يبحثوا عن طرق أخرى لتحقيق عدالتهم. حينما أنا أفقد الثقة في النيابة العامة، وأفقد الثقة في القوات الشرطية منفذة القانون، وأفقد الثقة حتى في من يعني في الجهات التنفيذية زي صلاح مناع ولا غيره، حينما يبتز الناس، لما أفقد الثقة أنا في كل ذلك، قطعا المواطن السوداني ده سيبحث عن العدالة في مكان آخر، وهذا كلام خطير وخطير جدا بالمناسبة. فهؤلاء الناس أخي العدالة لا تتجزأ، أنت تريد أن تنفذ العدالة في من هو يعني في صالحك، نفذها فيما هو أيضا ضدك، خليك وهذه هي العدالة أصلا،
هذه هي العدالة، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. دي القاعدة الأصلية التي ينبغي أن تمشي عليها البشرية في كل مكان. دكتور اسمح لي أن أخذ معي عبر الهاتف من الخرطوم المحامي أحمد علي أحمد، عضو الأمانة العدلية بحزب المؤتمر الشعبي، والذي شارك اليوم في المؤتمر الصحفي بخصوص معمر موسى وميخائيل بطرس وقضيتهم ومستجداتها. مرحبا بك أستاذ أحمد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله، أهلا بكم وأهلا بقناة كيبة، ونحن بنشكرك على الاهتمام الكبير بقضايا المجتمع والقضايا أحسن قضية العدالة في البلد. أهلا بكم أستاذ أحمد. الليلة كان عندكم مؤتمر صحفي حقيقة ذكرت فيه معلومات ربما تكون صادمة للبعض بخصوص قضية معمر موسى وميخائيل بطرس وطريقة الاعتقال وحتى التعامل داخل المعتقل والتعرض للابتزاز. لو وضعنا المشاهد في صورة ملخصة لهذه القصة. نعم طيب، بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام. هو بالحقيقة نحن الآن بنشهد مرحلة عظيمة جدا، مرحلة يقادم عدل فيها العدالة، يقادم عدل إنه الحدود تخيل يعني خلال سنة واحد تم تسييد الأسد الأمني بشكل فظيع. الآن النيابة العامة نفسها بتمر بفترة صعبة جدا، خير دليل على ذلك السواء ما بين نادي النيابة والنائب العام نفسه، ويمكن لو أنتم كنتم متابعين للمؤتمر الصحفي اللي عمله أو أخذه نادي النيابة بيتهم فيه النائب العام نفسه، هو الآن يعني حاول يدخل بعد المحامين اللي هم محذبين سياسيين، وهذا المدى قتل جدا. يعني الآن النيابة العامة تحولت إلى نادي محافظات سياسية. هذا الحاجة بدل من المسائل المخيفة جدا على عكسة الأكسدة العربية. أما ما يخص قضية معمر موسى وميخائيل بطرس، يعني موجب جدا انه معمر موسى الان يواجه التهم في مواد كثيره جدا، ومن ضمنها ماده مطلقه على القانون السوداني، قد تحت فيه ماده 65 من قانون الارهاب سنه 2001. والبلاغ تم فتحه بعد القبض على معمر موسى لفتره طويله جدا، ووقتها لم تكن هنالك النيابه بمسماها الحالي هو نيابه الديوان الموجهه للدوله، عندما تم القبض على معمر وفتح البلاغ في مواجهته، حينها تم انشاء نيابه الديوان الموجهه للدوله والارهاب. والمؤسسه الان مكث معمر موسى وميخائيل بطرس ما تجاوز الخمس اشهر، تم التحري معهم لمره واحده فقط، ولم تكن هنالك اي عمليه تحري واجهه. خليني بس اوصل لو سمحت لي، انت بتتكلم انه خلال خمسه شهور السيد معمر موسى تعرض للتحقيق مرة واحدة فقط. نعم. طيب، وهل هل 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 حددت له محاكمة؟ هل حدد سبب الاعتقال بشكل واضح؟ لأنه في العادة ما بيكون في اعتقال يستمر لخمسة شهور بدون سبب واضح. نعم. الأصل في طبيعة البلاغات، فتح البلاغات ما بد أن يكون هنالك بيانات أولية موجودة حتى يتم بمجرد فتح البلاغات. معمر موسى فتح يعني مكث في الحراسة بثلاثين، الطلاق الأول كان عنده قبلين إزارة التنسيم اللي هو كان دخوله لجنة التنسيم لأداء تنسيم الطلاق، وبعدها حصل يعني مشاجرة أو نقاش بينه وبين مقدم اسمه قبلة سليمان، وبما علمه أنا الآن حقول على فضائيته إنه قبلة سليمان نفسه الذي بسبب قبلة سليمان يعني فتح طلاق لمعمر موسى الجيان لإنه قام بتصوير حربات لجانب التنسيم. وللأسف المقدم نفسه هو الذي ارتهد هذه الخصوصية وقام بتصوير دولة الرئيس الثالث، وأيضا قام بتصوير الرئيس الثالث في فترة التحديد داخل لجنة جانب التنسيم. نعم. معمر موسى طيلة الفترة نفس ولم يتم التحديد معه فقط مرة واحدة. ليه؟ لأنه البلاغات المفتوحة في مواجهة معمر أو المواد المفتوحة مواد بفتح عقوبتها الإعدام أو السجن المعدل، ومن المواد الخطيرة جدا. الحدث الأساسي منه يعني إكتاء المتهمين في الحد
لتطوير أطول فترة ممكن. هذا هو الهدف الأساسي من البلاء. وفي السابق معمر كما ذكرنا عامل في المؤتمر الثاني في السابق معمر الموسى تعود على الابتزاز من أحد لجان من أحد لجان أحد أعضاء لجان مجلس إدارة التركيب. و شغل الابتزاز ابتزاز سياسي ابتزاز فيه نوع من الابتزاز، لكن رفض معمر الموسى القدوم لهذه الابتزازات. بس لو سمحت هنا انت بتتكلم عن تعرضه لابتزاز، يعني تقصد شنو بابتزاز؟ يعني حصل شنو بالضبط؟ نحن قدمنا طلب للنيابه العامه او للنيابه العامه للتمكين، طلبنا فيه في البلاغ الاول اللي هو البلاغ المتعلق بالتمكين، طلبنا منهم اذا عسن التصوير جريمه فما عندنا معنى في انه معمر يجي يفتح الجوال، ولكن استندنا ذلك بشروط. الشروط لا بد ان يكون هنالك شخص فني لديه الخبره في تحت التليفون. وافق وكيل النيابه، والشرط الاخر انه لازم انا كمحامي معمر اكون موجود في الجلسه. وافق وكيل النيابه، ومن بعدها تم اخذ معمر ليلا وعرض عليه هذا الطلب، و طلب معمر موسى إخبار محاميه هو الشخص الفني حتى لا يتم التزحاق بتصويته داخل الجوال. رفض وكيل النيابة ذلك المفترض، ورفض أيضا معمر فتح الجوال، وأتى صلاح مناع داخل الحوفة لابتزاز معمر موسى. نحن ممكن نساعدك، ونحن ممكن نعمل ليك، ونحن ممكن نكسب، ونحن ممكن كذا، يعني طريقة الابتزاز والإخوة. لكن رفض معمر ذلك الطريقة، وبعدين يعني حسب روايته هو ان انا قلت له انا المرجل اللي ممكن تستخدمه، وانا عندي تجربه سياسيه كبيره ومعروفه لدى الناس. نحن الحاجه المهمه اللي عايز اقولها ان بناء على الاستغاثه الثانيه، نحن تقدمنا بطلبات عديده. نعم. بطلبات بهذا اللجنه نيابه الجهه الموجهه في الدوله، كل طلباتنا فيها طلبات اساسيه. بنطالب النيابه إن كان هناك تهمة عليكم بتوجيه التهمة وإحالة البلاغ للمحكمة، أو وإذا ليس لديكم أي بيانات فعليكم سرد البلاغ وإصلاح سراح المحكمة. كل الطلبات تبع عن وجدت، وللأسف نحن بنناقش حتى المواد المكتوبة في 6-7 صفحات، النيابة بتدينا قرار بدون تسجيل. وهذا ايضا مؤيد على حسب الاجراءات الاجتماعيه او القانون الاجتماعي، يعني عندما يجي القرار بدون تسجيل هذا هو مؤيد. هم طبعا بيطلعوا القرارات بدون تسجيل لانهم بيخافوا من انه نحن نمتلك المعلومات ونشر الحدائق للناس، لانه البلاغ مكتوب بلاغ سيدي ما فيه اي ادله وما فيه بيانات اوليه حتى، يعني هم يثبتوا عليه. الان يا استاذ البلاغ بالسوداني وبالعميق لان البلاغ ميت، لا يعني هذا البلاغ لا يستطيع ان يثبت امام المحاكم في اول جلسه او ثاني جلسه. اذا طيب هل حددت، معليش يعني بعد 5 شهور هل حددت لكم اي جلسه محاكمه؟ اذا كانت هي الاتهامات خطيره وبتصل عقوبتها للاعدام كما ذكرت يعني. نعم العقوبات للاسف النيابه نفسها، يعني في قاعده مهمه النيابه ما تعمل بها، اللي هو كل متهم به حتى تنقل ادارته. الان النيابه بتعمل على اي مضبوط، بتعامل مع اي مضبوط انه هو ليس متهم دليل، بل انما هو مجاهد حتى تنسى صراعته. الان النيابه بتعامل بقاعده مختلفه، يعني لا المؤمر او كل المحبوسين الان بيتم التسجيل لهم، وهذا يخالف قانون الاجراءات الاجتماعيه 79، بيتم التسجيل لهم اوتوماتيكيا دون ان يعرض المتهم في وثائق عمل موسى او اي متهم اخر امام الجواب الذي يجب، وهذا مهم. بالنسبه لهنالك ثوابت قضائيه على منع ذلك، يجب ان يعرض المتهم امام القاضي حتى يتم التسجيل له. يعني طلبنا من المحكمه، يعني كما ذكرت انا طلبنا من المحكمه ان يوجه تهمه وهي تذاق للمحكمه. للاسف طيله الفتره التي نقت فيها معمر موسى واخرين مدة اكثر من 6 شهور او 7 شهور او السنه، الان هم موجودين في الحراسات من توجيه تهمه او احاله البلاغ للمحكمه. الان المطلق الدفاع معمر موسى وميخائيل بوتروس داخل الحراسه، لا في تهمه موجهه لهم، ولا حول البلاغ للمحكمه حتى نستطيع انه نقدم طلباتنا على المحكمه، ويكون هنالك
وهذا معادلة لا يوجد هذا. ولذا نحن التهمة للنيابة العامة إنه النيابة العامة الآن بتسيطر على الأجهزة العدلية وما يتلا دور جهاز الأمن والمخابرات داخل النيابة، وهذا هو موجود بالتفاصيل. نعم أستاذ أحمد، أنا خليني أختم معك بالنقطة دي. خلال المؤتمر الصحفي أنتوا اتهمتوا النيابة العامة بتسييس العدالة، وأيضا يعني ذكرتوا أن هناك انتهاك للقوانين. يمكن مريت على الكلام ده، لكن يعني قضية التسييس، هل هناك حزب سياسي بعينه أو جهة سياسية معينة أنتم تتهمون النيابة العامة بأنها تنحاز إليها في هذا في هذه البلاغات؟ النيابة العامة بتنحاز إلى الحاجب السياسية اللي هو أحزاب الحرير والتقييد. على سبيل المثال هناك لجان تحديث مكونة من بعمل من النائب العام، كل لجان مكونة في كل لجنة مكونة من 5 أفراد، 3 وكلاء نيابة، 2 حيكونوا محامين هم بيسموا لأحزاب سياسية مختلفة من داخل الحرير والتقييد. وللأسف حتى اللجان يعني أصبحت مكان محافظات شدية للنائب العام والحرية والتقييد. نحن الاتهام بنوجه للقوى الحرية والتقييد كلها هي التي يعني قامت بهذا الأمن والسيطرة على العملية العدلية بالتحديد النيابة العام، وحتى هو النائب العام نفسه، هو النائب العام نفسه الذي نعم على محافظات سياسية، والآن بيحاول ينفذ سياسات الحاكم السياسية اللي هو الحرية والتقييد بطاقة أحزابها. شكرا لك أستاذ أحمد، عضو الأمانة العدلية باسم المؤتمر الشعبي، وأيضا يعني القريب من قضية معمر موسى وميخائيل بطرس. دكتور حقيقة يعني الكلام يعني كثير، يعني هو يؤكد معلومة الابتزاز داخل المعتقل، يؤكد تعطيل إجراءات الحكومية، يذكر أن هناك بلاغات تفتح بعد اعتقال الشخص، رفع مستوى الاتهامات لتصل للإعدام ليس بهدف تحقيق العدالة، وإنما الهدف هو إبقاء الشخص أكبر فترة ممكنة داخل الحراسات. تعليقكم؟ والله تعليقنا واضح طبعا، يعني المحاولات الكبيرة جدا لخرم العدالة. أنا لا أدري حتى أحزاب الحرية والتغيير والأحزاب الكبيرة حتى في الحرية والتغيير كيف سيطمئنوا لمستقبل بلد ومستقبل سلام ومستقبل، والعدالة تخرم أمام عيونهم كل يوم وكل صباح. فالحقيقة هذا كلام خطير وخطير جدا جدا، أن تسيس العدالة إلى 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 هذا الحد. الناس كانوا يعني لما رفعت الثورة شعار الحرية والسلام والعدالة، الناس كانوا يتوقعوا أن يكون هناك عدالة انتقالية واضحة تأخذ على 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 يد الظالم وعلى يد الفاسد، وتعطي كل ذي حق حقه، والذي لا يثبت عليه شيء يطلق صراحه أمام الناس والشمس ساطعة، حتى وإن كنا نختلف معه فكريا ونختلف معه في الموقف، حتى إن كان الرئيس المؤتمر الوطني himself يا أخي، طالما أنه لم يثبت عليه فساد ولم يثبت عليه شيء يطلق سراحه. أما الذي يثبت عليه شيء ينبغي أن يحاكم محاكمة فورية، الذي يثبت عليه فساد وتثبت عليه جرائم. لكننا للأسف الشديد لم نرى عدالة، بل بالعكس هؤلاء الناس الآن يعني شوهوا صورة الثورة، شوهوا صورة العدالة، والآن هم شغالين يخربوا في العدالة كل يوم ويستخدمونها عصا ضد مخالفين. الأستاذ أحمد تكلم بشكل واضح أن هناك تسييس للعدالة، وتكلم بوضوح، قال النائب العام يحاول أن يطبق سياسات الحاضنة السياسية التي ينتمي لها، وأشار إلى أن النائب العام نفسه هو أصلا أتى بمحاصصات سياسية. هل تؤثر الصفة الحزبية على النائب العام؟ واضح جدا على القرارات التي يتخذها، واضح جدا جدا، واضح في كل القضايا، بما ابتداء من قضية انقلاب 89 واضح انحيازه الكامل لفكره حزب الشيوعي، واضح تماما يعني، وواضح انه حيستمر في الكلام ده. يعني الكلام الكثير جدا القاعد يقوله الان، القاعد يقوله نادي النيابة العامة، القاعدين يقولون النواب العامين، الناس المعاون، المفترض هم يدافعوا عن هيئتهم وعن هؤلاء الناس، قاعدين يقولوا كلام خطير وخطير جدا جدا عن ممارسات النائب العام. لذلك يعني أنا شخصيا أقول لكل القائمين على أمر بلادنا في السودان
وانتم تسمعوا قاعدين تسمعوا وتقروا بالمشكله وبس. انا على قناعه بالمناسبه النائب وانا على قناعه انه كل الملفات دي وصلتهم وكل الاشكاليات دي وصلتهم عن النائب العام. شفت كيف؟ بالمناسبه النائب العام ده قبل فتره قريبه جدا بالمناسبه نقل عنه في اجتماع انا لا ادري صحه هذا الموضوع، نقل عنه انه قال لجماعته ناس الحزب الشيوعي بكل وضوح انه انا والله حاطلع من إذا أنتم ما قادرين تحموني، أنتم ما قادرين تثبتوا الأمور، أنا حاطلع بنية الاستشفاء لأي بلد وأقدم استقالتي من هناك. يا أخوي روح فوت طوالي فوت الليلة. النائب هو العام دكتور ما في زول يفوت، يعني الناس إذا كان هو مرتكب حاجة المفروض يتحاسب يعني قبل ما يفوت يعني البلد يتضرر كثير من الناس الفاتوا يعني. نقصد أن 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 أن, أن يريحنا، لكنه إن شاء الله طالع مطار خرطوم ما يمرق. ده رجل الآن قد يعني عليه قضايا أيضا ومشكلات كبيرة. طبعا هذا كان تسريب نشر في وسائل التواصل الاجتماعي ما تفضلتم به، لكن خرج له يعني عامل معضد اللي هو كان أنه أثناء الاجتماع دارت مطالبات بأن تخرج بيانات مؤيدة لنائب العام من قبل الحاضنة السياسية، ورأينا أنه بعدها بأيام خرجت مثل هذه البيانات. دكتور، قضية يعني تفاقم الصراع ما بين نادي النيابة العامة والنائب العام ربما سبقت أيضا حتى بتصريحات من قبل نادر العبيد رئيس منظمة زيرو فساد سابقا، ويعني ما يمكن لأحد أن يؤكد هذه الاتهامات أو ينفيها، لكن ربما الواقع يدلل على صحة جزء منها. ممكن نشاهد معا هذا المقطع. فالنائب العام طالق يد لجنة إزالة التمكين في فعل كل شيء بتقوم بنفس الدور اللي كان بيلعبه بتلعبه نيابتها من الدولة وجهاز الأمن والمخابرات في عهد المؤتمر الوطني، نفس الدور، وده بتفاهم تام مع النائب العام. النائب العام حتى ينتقل البلاغات الدائري وديها للجنة إزالة التمكين. نعم، نحن طبعا التسريب أو الكلام عن النائب العام في هذا الإطار من خلال نادر العبيد أكبر من هذا الجزء، لكن أحببنا فقط أن نشير، يعني ليس موضوعنا الليلة هو نادر العبيد، لكن فقط حينما يتحدث عن أن النائب العام ينتقي البلاغات التي توجه له، يطلق يد لجنة التمكين يعني ويعني يسمح لها بأن تقوم بدور جهاز الأمن كما ذكر نادر العبيد، اعتقال يعني لجنة التمكين هي اللي بتعتقل إسحاق فضل الله، هي اللي بتعتقل معمر موسى، هي اللي بتصادر أملاك أي زول بهبشة أو كده بتعرض لمساءلة. وللأمان نحن كنا قبل فترة في تواصل مع أحد المحامين الحديث حول موضوع يخص لجنة التمكين، ففي الاتصال الداخلي كان يتحدث معنا بوضوح على أن يعني نتجنب الحديث عن صلاح مناع لأنه على حسب وصفه أنه ممكن يعمل لنا مشاكل. يعني دكتور، هذا الجو الذي يعيش فيه المواطن بحيث أنه ربما يتكلم كلام أو حتى إذا أبدى رأي ممكن يتعرض لإشكالات من قبل لجنة مهمتها محاربة الفساد، كيف ينظر إليه؟ للأسف طبعا، لأنه يعني منذ البداية رئيسة القضاء على 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 كل المسؤولين عن الـ عن الـ عن القضية العدلية في البلد والهيئات العدلية، إذا كان وزارة العدل ولا إذا كان السيادي ولا مجلس الوزراء، كلهم للأسف الشديد أعطوا بتوقيعهم على قانون لجنة إزالة التمكين الذي عدل أكثر من مرة من أجل أن 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 يطلقوا يدهم بهذه الطريقة. ده كان قضية خطيرة جدا 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 في تاريخ العدالة في السودان وتاريخ الهيئات العدلية في السودان. كيف تعطي لجنة، هي لجنة، اللجنة معروف إنها مؤقتة، اللجنة معروف إنها شغلها ليس تنفيذي، اللجنة معروف شغلها إنها توصي، بالذات لجنة يعني تعمل في 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 طبيعة لجنة عمل إزالة التمكين، لأنه في هيئات عدلية قائمة. لماذا أنشأوا الآن نيابة للجنة إزالة التمكين؟ لأنه الناس تكلمت، لأنه الناس تكلمت كثير جدا، لأنه لجنة إزالة التمكين كانت شغالة كل الإجراءات العدلية. لجنة إزالة التمكين يا أخوي كان معاها حتى مجموعة، كان معاها شرطة بتقبض وتحاسب وتحاكم، هي الخصم والحكم، هي بتصدر الحكم مباشرة دون أن تستمع إلى المتهم، دون أن يراعوا إلى دفوعات المتهم، دون أن ولا شيء. هذه ليست العدالة التي كانت
ترنو وراءها الثورة. الثورة كانت تريد وشباب الثورة كانوا يريدوا عدالة ناجزة شفافة عشان 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 نبقى نحن نموذج، عشان نقول للناس العدالة لا 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 تتجزأ، والعدالة لا تخرم، والعدالة لا تتلون، ليس لا 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 يكون عندي عدالة لمن أحب وعدالة أخرى بلون آخر لمن لا أحب. لا، العدالة واحدة لكل الناس، لكل الناس. وإن لم تكن العدالة في السودان لكل الناس بهذا المعيار، سيكون هناك إشكاليات ضخمة. زي ما قلنا، أي شخص سيخاف من أنه سيكون تجاهه عدالة انتقائية، وسيحاول بقدر الإمكان أن إما أن يخفي أو أن يبحث عن عدالة بطريق آخر وفي مكان آخر. هذا كلام خطير جدا جدا جدا. لذلك على العقلاء في البلد، على العقلاء في البلد، وهم يعرفوا تماما الآن الموضوع يعني فات الحد. أنا أتعجب في النائب العام نفسه، يا أخي وقد قيل عنك كل هذا الكلام، وقد يعني تم القدح في أمانتك وفي طريقتك في إدارة النيابة العامة، وفي يعني إخفائك للملفات وانتقائك للملفات. قاعد تعمل شنو؟ قاعد تعمل شنو؟ لأنه وظيفتك دي هي تعتمد على الثقة والثقة العامة حقة المواطنين، لأنك أنت الذي تحمي الحق العام. فإذا كان الناس أصحاب الحق العام أنفسهم ما راضين عنك وما عندهم ثقة فيك، أنت قاعد تعمل شنو؟ طيب هو قاعد يا أخي، هو مدر سمي، لكن هو خلاص قاعد ما عنده ثقافة يستقيل ولا يمشي ولا إنه والله غير مرغوب فيه. طيب وين مجلس الوزراء؟ طيب وين السيادي؟ طيب وين الناس ديل؟ هل عقمت صفوف القانونيين في بلادنا أن يأتوا بنائب عام؟ نعم. حقيقي نائب عام يعيد للعدالة في البلد قيمتها ويعيد لها موقعها، بحيث تصبح يعني تصبح ركن تستند إليه الدولة. دكتور، نادي النيابة العامة لا يتكلم عن حاجة خطيرة، يتكلم أنه هو دفع يعني طلب للمجلس السيادي بعزل النائب العام، وقالوا أنهم حيواصلوا في إجراءاتهم التصعيدية حتى استقالة أو إقالة النائب العام، وعززوا ذلك بحسب بيانهم بيقولوا بسبب المخالفات الجسيمة التي صدرت عن النائب العام والتي ترقى لمخالفات جنائية، واتهموه أيضا بتسويف ملف قضايا شهداء الثورة وملف جرائم دارفور. دكتور، نادي النيابة العام حينما يخرج في مؤتمر صحفي ويتكلم بكل هذه الاتهامات اللي هي اتهامات كبيرة، فعلا بيعيد النظر للسؤال أين النائب العام من جرائم دارفور؟ أين النائب العام من قضية فض الاعتصام؟ يعني ما الذي يفعله النائب العام حاليا؟ لذلك أنا والحيد أرضم صوتي لصوتهم تماما يعني، وأنا على قناعة كاملة أن عدد هائل من الشعب السوداني ذا يضم صوته إلى صوت هؤلاء الناس، ليذهب النائب العام، ليذهب تماما. بعدين يحاكم دي يعني الناس يقدموا ضده قضايا وتصل إلى أنها قضايا جنائية، ده موضوع آخر. شفت كيف؟ ده ناس القانون ديل وناس ذاتهم في النيابة العامة بإذن الله تعالى قادرين على 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 أن يضغطوا على السيادي في 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 أن يحاكم هذا الرجل ولا يخرج لا الاستشفاء ولا غير الاستشفاء. شفت كيف؟ النائب العام حينما يكون النائب العام نفسه هذا هو سلوكه في يعني تجاه العدالة، بالله ماذا تنتظر؟ ماذا تنتظر؟ هو نفس النائب العام دكتور أوقف ستة من وكلاء النيابة من نادي النيابة اللي طالبوا بالتعديلات، لأنهم طالبوا بإقالته، لأنهم طالبوا بإقالته، وفرض أيضا توظيف 1000 وكيل نيابة جديد، البعض رآه كمحاولة لتعديل يعني طبعا لتعديل الكفة لصالحه. نعم. قطعا النيابة العامة فيها حوالي 560 زي ما قالوا عضو نيابة، منهم 450 في النادي الجديد اللي عملوه بتاع نادي النيابة العامة. فهو هو عايز يعدل الميزان، وعايز يعدل الميزان. لكن نحن نقول لأهلنا في السودان، ونقول للمسؤولين الآن والذين هم التاريخ لن يرحمهم، عليهم أن يعدلوا هذا المسار، عليهم أن يعدلوا هذا المسار، لأن التاريخ لا يرحم. التاريخ سيسجل هذا تماما في اسمهم، والذكر للإنسان عمر ثاني، فأنت إما أن تذكر بالخير أو تذكر بالشر. هذا الرجل يا 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 أيها المسؤولين في البلد، الآن واضح خرمه للعدالة، وسيستمر في خرمه للعدالة. وين الملفات الضخمة دي والملفات الكبيرة التي يعني كان ينبغي أن يفتحها النائب العام؟ وكثيرة هي
هي ما هي قضية بسيطة ولا واحدة ولا اثنين، هي قضايا ضخمة وكبيرة في 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 قضايا مؤسسة الدولة والبرستاتلس حقة الدولة وقضايا الحروب اللي كانت موجودة بالمناسبة. والآن الآن أو الحركات المسلحة مثلا حركات بريئة، ملفات كثيرة قدمت ضدها، قدمت ضدها من أهل دارفور أنفسهم ومن أهل كردفان والنيل الأزرق أنفسهم. كل هذه ملفات لماذا لا تفتح؟ يا أخي قضية العدالة الناجزة وملفها الضخم الذي ما كان يمكن أن يجد النائب العام ولا دقيقة عشان يحك راسه صي زي ما بيقولوا أهلنا في أنه يضع خطط لمعالجة كل هذه القضايا كنيابة عامة ومؤسسة تعتبر مؤسسة عدلية اجتماعية ينبغي أن تؤدي دورها في قضية العدالة الناجزة. لكن هؤلاء لأنه عندهم مشروع، ديل ناس عندهم مشروع، ديل ناس جايين ينتخموا وبدون بالحق وبالباطل، شفت كيف؟ ناس يعني والزول الجاي زي ده كده ما عنده هدف حقيقي وما جاي وراء الحق بأي، شفت والله بأبسط إغراء ينحرف عن مساره وينحرف عن طريقه وتضيع العدالة. هو دكتور حتى الكلام بتاع نادي النيابة العامة يتكلم بشكل واضح أيضا، قالوا أنه النيابة ظلت قابعة في تخبط إداري وفني فادح بحيث أصبحت دون هدى أو غاية بعيدا عن أهداف الثورة، وقالوا أنه كانوا بيطمحوا أن يحصل ارتقاء في أداء النيابة العامة. سابقا كان خرجت أيضا بيانات من بعض القضاء وبعض الوكلاء النيابة بيتحدثوا عن تدخل النائب العام في مسار بعض القضايا ووضعه يعني وكلاء سياسيين يتدخلوا في أعمال وكلاء النيابة، أيضا قضية تدخله عبر الهاتف شخصيا في إيقاف مسار بعض القضايا ويعني إتاحة المجال لقضايا أخرى. نحن تواصلنا كنا مع بعض القضاء وكانوا يلمحون إلى اعتذارهم عن المشاركة في بعض الحلقات التي كانت تمس النائب العام باعتبار خوفا من بطش النائب العام أو يعني إقالتهم أو حتى يعني تحويل أعمالهم أو شيء من هذا القبيل. دكتور الفترة الانتقالية فترة حساسة، وما هي مهام النائب العام في فترة انتقالية لأي بلد يحصل فيها تغيير؟ أي بلد يحصل فيها تغيير النائب العام ده شغله واضح جدا جدا جدا. أول حاجة جمع الملفات والأدلة عن 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 القضايا المحتملة للحكم السابق ده وهي كثيرة، فيها الملفق وفيها الحقيقي. ده أول شغل ينبغي أن يكون للنيابة العامة، مش عشان تحكم فيه، لا، عشان تجمع الأدلة قبل طمسها، عشان تجمع كل هذه الإشكاليات قبل طمسها، وأن تعين من سيأتي ممن ستعينه حكومة منتخبة ليعالج هذه القضايا وهذه الأعمال. من أعمال النيابة العامة هي قضية العدالة الانتقالية، العدالة الانتقالية التي تعمل على حلحلة الإشكاليات القانونية السريعة وقضية دعم السلام المجتمعي وقضية المصالحات وقضية هذا ينبغي أن يكون هو شغل النيابة العامة. ثم مسألة الحق العام ومحاولة الحفاظ على الحق العام إلى أن تأتي حكومة منتخبة، لأنه الفترات الانتقالية أصلا لا ينبغي أن تزيد عن عامين بأي حال من الأحوال. معروف أن الفترات الانتقالية عام واحد وهو عام كافي لأن تهيئ البلد لانتخابات دكتور، مش كان الأولى أنه شورى لوطبة، يعني المنظومة العدلية دي كان مش مفروض يكون عندها تجهز لقضية الانتخابات؟ ويعني في العادة كل دول العالم بيكون القضاء هم بيشرفوا على بيشرفوا على الانتخابات طبعاً. وبيعملوا حتى آليات بيضمنوا سلامة القوانين اللي هي بتضمن نزاهة الانتخابات لو في زول عنده اعتراض لو عنده طعون وأشياء كثيرة جدا. يعني ديل مفروض عندهم شغل ضخم مع وزارة العدل في قانون الأحزاب وقانون الانتخابات والمفوضيات وكل هذا الكلام. هؤلاء الناس ينبغي أن يكون عندهم شغل وشغل كبير وكبير جدا في المرحلة الانتقالية، لكنهم للأسف الشديد زي ما قلنا ديل ناس جايين بدون رؤية، ديل ناس ما يعرفوا حتى ما معنى المرحلة الانتقالية وما هي أعمال المرحلة الانتقالية التي ينبغي أن يقوموا بها. بالله عليك انظر الآن، أدخلوا أنفسهم في قضايا هي ستأخذ وقتا وجهدا، انقلاب 89 مش عارف يعني حاجات ستفتح
يعني أبواب ضخمة جدا جدا قد تبدأ في محاكمة الانقلابات منذ عبود. فهذه أخي ده ما شغل المرحلة الانتقالية. هؤلاء الناس زي ما قلنا ديل جايين بمشروع وحينفذوا مشروعهم ده، والنائب العام يا أخي لدرجة أنه يتدخل حتى في إنه يعني يتدخل في الإجراء، يتدخل حتى في الإجراء ويستعمل هذه المادة مش عارف يسموها المادة كم 8 إجراءات ولا مش عارف إيش، يستخدمها حتى مع هؤلاء وكلاء النيابة وغيره وغيره، ها وكيل أول ولا وكيل ثاني ولا غيره، يستعملها معهم، يقولوا لابد من 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 من, من دفع كفالة مثلا مالية، وده القانون كده يقول لا بكفالة عادية، لا يتدخل حتى في مثل هذه الإجراءات التي هي من صلاحيات دكتور ولا النيابة. هذه المخالفات يمكن القانونية أو حتى يعني اعتراضات يعني نادي النيابة كلها خرجت لي في مؤتمرين صحفيين، المؤتمر الأول كان عن قضية معمر موسى وميخائيل بطرس، ممكن المشاهدين يعني يرجعوا يشاهدوا سواء كان على حساب قنوات وقنوات طيبة يعني المختلفة عبر الفيسبوك أو اليوتيوب أو حتى تويتر، أيضا كذلك المؤتمر الصحفي لنادي النيابة العامة. دكتور يعني السؤال الذي يطرح نفسه، نحن الآن البلد في حالة احتفالية بخصوص قدوم قادة الحركات المسلحة الموقعين على اتفاقية السلام، استبق قدومهم بقرار من الرئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، قانون العفو العام عن كل من حمل السلاح ضد الدولة ووقع على اتفاقية السلام. في نفس الوقت نرى أن عفو عن من حمل السلاح ضد الدولة، ولا شك أن العفو يعني مرحب به دائما، بالمقابل الذين لم يرفعوا سلاحا إنما تكلموا بألسنتهم ما زالوا في المعتقلات وتلفق لهم التهم، كيف تقرؤون هذه الحالة؟ والله يعني للأسف الشديد يعني لذلك إحنا قاعد نقول العدالة لا تجزأ، العدالة لا تجزأ، والكيل بمكيالين دي صورة سيئة يرسمها مجلس السيادة ويرسمها مجلس الوزراء عن نفسه. أنتوا جيتوا على على والثورة دي قامت على أساس إقرار الحريات، لماذا لا تتركوا الناس يتكلمون؟ لماذا لا تتركوهم ينتقدوا؟ الذي سيظهر الذي ينتقد بحق والذي لا ينتقد بحق، استفيدوا ممن ينتقد بحق، ها؟ واسكتوا عمن لا ينتقد بحق، لأن الشعب السوداني شعب ذكي ويعرف من يتكلم بالحق ومن لا يتكلم بالحق. لماذا تضيقوا بالحريات؟ الذي يضيق بالحرية لا يستطيع هو أن, 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 أن يأتي بها للناس، ولا يستطيع هو أن يعيش من خلالها، لا لأن وهذا واضح، وهذا واضح جدا أنهم يضيقوا بالحريات ويضيقوا بالمخالف. المخالف ده يا أخوي يقول بلسانه، يتكلم في الوسائط، يطلع مظاهرة، ما هي دي وسائل المعارضة؟ في حاجة غير دي في وسائل المعارضة؟ أنت تطلع قانون عفو عام عن من حمل السلاح لغاية أول مبارح على الدولة، سمته الأمم المتحدة متمرد، مش أنا ولا أنت ولا غيره، ده الحكم القانوني الدولي على 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 كل هؤلاء. مرحبا بالسلام ومرحبا بوضع السلاح ومرحبا بقدوم هؤلاء الإخوة، لكن أنت ليه تجزئ العدالة؟ ليه تمسك معمر موسى وبطرس ميخائيل بطرس وفلان وفلان محمد علي جزولي أحمد الضيب بشارة وغيرهم يعني الناس كتار يعني كثر بالمناسبة في السجون الآن. لماذا حتى بعض أعضاء الإنقاذ أنفسهم ممن لم يثبت عليهم أي تهم فساد؟ هو أصلاً سوداني وظف سوداني في النهاية دكتور، أصلاً زول يقعد سنة وشوية سنة ونص في السجن بدون ما تحاكمه أنت، يعني معناه أنت ما عندك عليه دليل يعني طبعاً بدون تهمة بدون طيب أنت ما الفرق؟ ما كنت قاعد تشتكي زمان تقول بيوتلا أشباح ومش عارف إيش والاعتقال التعسفي والاعتقال بدون تهمة؟ ما أنت الآن قاعد تعمل نفس الموضوع، ما أنت الآن قاعد تعمل. هذه ليست العدالة التي من أجلها قامت الثورة. الثورة قامت عشان عدالة كاملة شفافة لمن نحب ومن لا نحب، بدون هذا لن ينصلح السودان. دكتور ألا تدفع هذه التصرفات البعض لأن يفكر بأن حمل السلاح ربما يكون طريقة أسلم من التعبير السلمي عن الرأي؟ طبعا وأنا سمعت بالمناسبة أخو شقيق معمر موسى يقول إذا لم نحن ما دار نلجأ لعشائرنا وقبائلنا وما دار نرجع لأشياء أخرى،
نحن حتى الآن نحن لازلنا نستمسك بالقانون ونؤمن بأنه لا تزال المحاكم ولا يزال القضاء السوداني قضاء شامخ وقضاء عادل. وحتى أخونا المحامي السنوسي قال أنا على قناعة إنه هذا الملف ملف المعتقلين إذا ذهب إلى المحكمة لن يصمد أمام المحكمة أبدا، لأنه ما فيه أدلة ولا فيه بينات ولا حتى بينات أولية. فهؤلاء الناس لا يريدوا، لن يقدموا هذه الملفات للمحاكم. طيب هم لا يريدوا أن يقدموها، أين الناس الذين هم فوق النائب العام وفوق النيابة العامة؟ أين رئيسة القضاء؟ أين وزير العدل؟ هؤلاء كلهم جايين لمشروع، دل ما عندهم دخل بالشعب السوداني ده، ولا عندهم دخل بي والله تكون في حريات ولا ما تكون في حريات، شغالين لهذا الأمر. لذلك أنا أقول لأخوانا في الحركات المسلحة اللي جوا الآن الخرطوم، لا والله لو جيتوا عشان تشتركوا في هذا المشروع السيء، المشروع الذي لا يمكن أن يأتي بالسلام ولا يمكن أن يأتي بسودان يعني حر معافى يمكن أن يعيش فيه الناس بسلام ويمكن أن يكون فيه التنمية ويكون فيه اقتصاد حر ويكون فيه، إذا جيتوا عشان تقيفوا مع هؤلاء في هذا المشروع عليكم أن ترفعوا يعني صوتكم من أول يوم أنتم فيه في الخرطوم. ينبغي أن لا يقصى أحد، ينبغي أن يكون هناك مشروع وطني يرعاه الجميع، تكون هناك مرحلة انتقالية ليست مرحلة انتقامية وإنما مرحلة انتقالية تهيئ بها البلد من أجل أن يختار هذا الشعب من يمثله ومن يحكمه وكيف يحكم. هذا هو الأصل في المسألة. لو الناس يريدوا سلام، لو الناس عايزين السودان هادي، يمكن أن يكون بالفعل ثلث غذاء العالم ويمكن أن ينتج للناس نموذج حكم راقي يمكن أن يكون نموذجا في المنطقة. نعم دكتور، يعني البعض كان ينتقد الاعتقالات في زمن النظام السابق لكنه كان يهلل ويستبشر باعتقال مثلا معمر موسى، اعتقال ميخائيل بطرس، اعتقال الجزولي. كنا بنجد الناس في الأسافير بيكتبوا ويقول لك اعدائي تمام أحسن بلوهم زي ما بيقولوا، أو يعني يرحب بمثل هذا الأمر. هل ترى هذا السلوك يعني هو سلوك فعلا يعبر عن حالة صحية لن يتأثر صاحبه به؟ طبعا لا، طبعا لا. يعني لغة التخوين ولغة للأسف الشديد الكراهية هذه لا يمكنها أصلا أن تأتي بسلام اجتماعي ولا أن تأتي بسلام في البلد. هو أصلا ما ممكن تصل لزول ذاته اللي بيقول كده بيأسس لمبدأ، هو بيأسس لمبدأ. أي بالضبط كده، أنت بتأسس لمبدأ. وبالمناسبة الظلم لا يحيق المكر السيء إلا بأهله، هذا كلام رب العالمين، ما في كلام. أنت لما تفرح لظلم أخيك والله سيصل إليك الظلم. أنا ما أدري بعدين أنت حتعمل شنو، سيصل إليك الظلم. لما لا 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 لا. يا أخي الجزولي ماذا فعل؟ ماذا فعل؟ حتى لو أنتم شعرتم أن الجزولي استطاع أن يتحصل على معلومات من جهة ما، أو ذكر معلومات خاطئة، أو ذكر معلومات أمنية، طيب أنتم حلوا مشكلتكم أنتم مع جهاتكم الأمنية وناسكم اللي قاعدين يوصلوا المعلومة وقاعدين يطلعوا المعلومة. الجزولي رجل، مثلا الدكتور الجزولي رجل عام ورجل شأن عام، ومن حقه أن يتكلم في أي شأن عام حتى الشأن الأمني من حقه أن يتكلم فيه. فلماذا هذا يا أخي؟ زي ما رددنا أكثر من مرة، هؤلاء الناس جايين لمشروع، وأنا أتمنى والله نحن الأغلبية، والله ما تقول لي نحن التيارات كلها الباقية، تيارات ليبرالية على تيارات إسلامية، نحن الأغلبية. لذلك أنا قلت رسالة لأخواننا في الحركات، لا تقفوا مع هؤلاء الناس، قفوا مع الأغلبية وقفوا مع صف الأغلبية، نغير هذه الحاضنة السياسية تغييرا كاملا شاملا، وتغير هذه الحكومة تغيير كامل شامل. تدامي رئيس الوزراء من حمدوك شيوعي، وحيقف مع الشيوعيين وعمره ما حيطلع من طور من رعاية الشيوعيين، كلهم بنائبهم العام بغيره، ده كله يتكنس. شوفت كيف نحن نقول لأخواننا جايين دين؟ أبدا. إذا تريدوا بالفعل الناس أن يصلوا إلى مشروع وطني حقيقي لا يقصى منه أحد. شوف لا يقصى منه أحد دي، والله لو يقصى فصيل واحد يمكن أن يشوش على كل السودان. لا ينبغي أن يقصى أحد هذه المرة، وهذه المرة ينبغي أن يكون الناس عقلاء بما فيه الكفاية. أول حاجة يكنسوا هؤلاء الفشلة، هؤلاء ويحاسب من أخطأ حساب قانوني بالعدل. بالضبط
ضد نعم. نحن لا يمكننا ان نتكلم على خرم العداله ثم لا ننفذها. نعم. نحن مع العداله، كل هؤلاء يمشوا للعداله. بل بالمناسبه من حمدوك كل الخطابات التي كتبها وكل العمل الذي كتبه خارج المؤسسيه، هذه في وظيفه رئيس الوزراء جريمه يحاسب عليها. نعم دكتور، محكمة الطعون الإدارية بمحكمة الاستئناف أمرت بوقف قرار النائب العام، أنا يعني بقرأ الآن في الأخبار، أمرت بوقف قرار النائب العام الذي نص على إيقاف 6 من وكلاء النيابة لمطالبتهم مجلس السيادة بإقالته أو إجباره على الاستقالة. ودعني هنا أتوقف عند هذه الحالة التي يمر بها البلد، نتكلم عن نائب عام، وكلاء النيابة بيطالبوا بإقالته لأنه بيخرق القانون، هو بيطلع عليهم قرار لما بيرجعوا يحاكموه اللي في محكمة الطعون الإدارية بيطلع قرار غير صحيح، يعني النائب العام بيطلع قرار غير صحيح. يعني كيف يعني نوزن هذا مع قضية أن السودان كان مطلوب أن يدار بكفاءات تسير عجلة الدولة؟ يعني صراحة الإنسان يشعر بأسى كبير، والله يشعر بأسى كبير جدا جدا، لا سيما يعني هؤلاء الشباب الذين يعني واصلوا الليل بالنهار في ثورة ديسمبر المجيدة، وخرجوا جاعوا وعطشوا واستنشقوا البنبان وسفكوا دماءهم ومات إخوانهم بين أيديهم. ديل 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 لما يشوفوا الصورة دي أنا على قناعة كاملة يشعروا بأسى، وأسى ضخم وكبير جدا جدا. ليس هذا هو السودان الذي خرج من أجله هؤلاء الشباب؟ ده ما السودان طلعوا من أجله يا أخي، ديل طلعوا من أجل سودان متعافي، خرجوا من أجل سودان تسوده العدالة والحرية والسلام. الحرية لأي زول يا أخي، لأي زول؟ شفت كيف نحاكمه على ما يقول؟ يقول صواب الناس يشد على يده، يقول خطأ الناس يأخذ على يده بالقانون. لكن تتجنى على العدالة بهذه الطريقة والناس بالمناسبة فقط الشعب السوداني الآن مشغول بأكل عيشه وأزماته، وإلا والله هذا الشعب لو كانت فقط إشكالياته دي أقل من هذا بقليل، والله لخرج إلى الشوارع كل يوم ليقول والله ما خرج أبناءنا ولا ماتوا من أجل هذه الصورة السيئة التي نراها من هؤلاء الذين يحكمون اليوم. هذا كلام خطير ومشكلة كبيرة جدا جدا جدا. أنا على قناعة كل السياسيين وكل الشرفاء في البلد وكل العقلاء في البلد أيا كان لونهم وأيا كانت أيديولوجيتهم وأيا كان تفكيرهم يعرفوا تماما أن هؤلاء فشلة، وأن هؤلاء لا يمكنهم أن يخرجوا السودان إلى بر الأمان. لذلك نقول لهم كل ساعة تقضونها دون أن تتخذوا إجراء قويا هي خسارة، وهي خصما على هذا البلد وعلى هذا الشعب المسكين الذي يعاني كل يوم. التدهور لم يقف يا باشمهندس ولا يوم واحد لم يقف التدهور. هؤلاء الناس ما استطاعوا أن ينجحوا ولا في ملف واحد، حتى حينما دقوا صدورهم ليتجاوزوا أعمار المرحلة الانتقالية ويفتحوا ملفات 100 ملف آخر ما عندها علاقة بهم، حتى هذه لم ينجحوا بها. يا أخي القضية الأصلية يا أخي ما نجحوا فيها يا أخي، دي المصيبة كبيرة على البلد. والله هذا ابتلاء ينبغي للشعب السوداني أن يستغفر الله سبحانه وتعالى الليل والنهار ليصرف الله عنهم هذا السوء. دكتور الآن عندنا مشهد يعني جديد، المشهد الجديد هو قدوم الحركات المسلحة دخولها على يعني كوتة أو محاصصات الحكم الحالية. الحزب الشيوعي أعلن خروجه والتحاقه بركب المعارضة. إذا كانت المرحلة السابقة مر فيها أن المعارضين ربما يتهموا بتقويض النظام الدستوري أو حتى تهديد أمن الدولة ولمحاكمات تصل للإعدام كما حصل مع أحمد ضيب وشارة وكما أخبرنا المحامي مع قضية معمر موسى، هل يمكن أن نجد في الأيام القادمة اعتقالات لمنسوبين في الحزب الشيوعي واعتقالات ربما من الناس كانوا في قحط واتهامهم بنفس هذه الاتهامات؟ والله أنا لا أحسب ذلك. يعني إذا يريدوا بالفعل أن يقولوا للناس والله هذه مدرستنا وسنستمر في هذا فليعتقلوا. أوريدي حصل. أنا بتكلم عن الحزب الشيوعي، أنا بتكلم عن الحزب الشيوعي، عملوا الحزب الشيوعي. نعم. والكلام اللي قاله الحزب قالوا الحزب الشيوعي في المؤتمر يساوي كلام الضي وكلام غيره 10 مرات. يعني فلماذا لم يعتقل؟ لا هو احنا بنقول لماذا، احنا نقول ألا يفتح هذا المجال واسعا انه في المرحله القادمه لو حصل تصريحات زي دي ممكن برضه يتعرض نفسي ما تعرض له احمد الضي وتعرض له محمد موسى. قد نقول يعني ده اذا احسننا الظن في انهم والله حتى السوء حيعمموه يعني حيعمموا السوء على كل الناس، لكن انا لا اتوقع ذلك. لانه الحزب الشيوعي اخي انا شخصيا على قناعه كامله انه الموضوع مع الحزب الشيوعي هو
يعني عبارة عن 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 موقف سيء. الحزب الشيوعي ده لا لا لا، الحزب الشيوعي ده دائما قدم هنا وقدم هناك. الحزب الشيوعي لو كان يعني جاد في مواقفه لا 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 أسقط الحكومة دي اليوم، زي ما قلنا في المرة الماضية لما كنا نناقش المؤتمر الصحفي الحزب الشيوعي، لا أسقط الحكومة دي الليلة ده يا باشمهندس. القوات الأمنية بخروج وزرائه وبخروج حتى رئيس الوزراء في نهاية المطاف، القوات الأمنية التي تعتقل هذا لا تميز بين هذا وذاك فقط، يعني إذا وجهت لها الأوامر ستنفذ، يعني لأنك أرسيت مبدأ على مدار السنة الفاتت كلها. صحيح، وطبعا احنا زي ما قلنا هم لو مشوا بالمبدأ ده اللي أرسوه ده ولو كان الحزب الشيوعي جاد حقيقة في معارضته سيبدأ اعتقالاتهم من غد. والحزب الشيوعي كمان بالمناسبة ما زي معمر موسى ولا زي ديل ولا حاجة، الحزب الشيوعي ما عنده صبر. الحزب الشيوعي لأنه ما عنده قواعد، لأنه ما عنده ناس، فلازم حيشتغل حاجات تانية، حيشتغل شغل آخر تاني تماما. شفت كيف؟ شغل خيانات وشغل آخر تماما. نعم. فنحن نرجو أنه السوء السوداء يعمموا حتى على الحزب الشيوعي. دكتور، في ختام هذه الحلقة، ما هي الرسالة التي توجهونها بخصوص قضية المعتقلين السياسيين الذين مكثوا أشهرا الآن دون محاكمات؟ والله أقول أن هذا يعني هذه سبة في وجه العدالة في السودان، سبة في وجه وزير العدل الذي لا نرضى عنه كل ما يفعل، سبة في وجه رئيسة القضاء التي لم نسمع عنها شيء ولا يسمع لها ركزا حتى الآن، سبة في وجه كل المؤسسات العدلية، سبة في وجه حتى المجلس السيادي. هذه سبة ينبغي أن نعيد الألق المعروف للسودان. لم يتكلم الناس في تاريخ السودان الطويل عن مشكلة في القضاء ولا مشكلة في المؤسسات العدلية في البلد. أنتم اليوم هم الذين الآن أوجدوا هذا الكلام الخطير جدا جدا عن مؤسسات العدالة في البلد. وأنا أسأل الله سبحانه وتعالى وإنه هؤلاء الناس يرعوا ويوقفوا هذا الأمر، وأول ما يفعل أول حاجة يشيلوا النائب العام ده من أجل أن يطمئن الناس إنه على أقل تقدير مؤسسة النيابة العامة التي ترعى تبقى مستقلة ويطلق سراح المعتقلين السياسيين، وينبغي أن يطلق سراح إذا جادين هم، ينبغي أن يطلق سراح كل المعتقلين السياسيين، أي ذول لم تثبت عليه شيء. أنا أقول أي، حتى أعضاء المؤتمر الوطني ينبغي أن يطلق سراح كل من لم يثبت عليه ملف فساد. نعم، شكرا للدكتور على مشاركتك معي في هذه الحلقة. وفي الختام أعزائي المشاهدين، أذكركم بأننا نسعد دائما بتلقي اقتراحاتكم وأسئلتكم عبر وسائل التواصل الاجتماعي. الملتقى في مشهد سوداني جديد بإذن الله، إلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.